لو فتحنا المانيوال هنا هنلاقي فيه جدول، الجدول دوت فيه الريجسترز اللي انا اقدر اكتب فيها الامر بتاعي، زي مثلا كنترول ريجستر اللي هو كنترول وورد واحد، العنوان بتاعه او اكس معناها الهكسا 3200 بالهكسا ديسيمال، لو جينا نحولها هنلاقيها 12800، فعشان الاوفست بتاعنا هنزود واحد عشان يقبل ان احنا ندخل امر الكوماند. فهنستخدم الريجستر دوت في البرنامج بتاعنا، هنضغط اد السليف نمبر بتاعنا كنا عاملينه بواحد لو تفتكروا، الكوماند هنخليها سنجل رايت، الداتا سايز مش مشكله، الماستر داتا ستارت ادرس هنخليها دي زيرو مثلا. اهم خطوه الجايه ديت السليف ادرس بتاعنا هنخليها طبعا هنحط 4 في البدايه لازم، عشان الفاتك الهولدنج ريجستر بتاعه بيبدا بال4، 3200 قلنا هنحولها 12801. كده احنا كتبنا العنوان اللي هنكتب فيه امر الكوماند اللي هو الدي زيرو، هنكتب امر الـ السرعه المين سيرنج عن طريق 3201 بالهكسا اللي هي 12802، عشان بعد ما عملنا الاوفست طبعا 12802 طبعا هنكتبها من الدي 2 مثلا، الدي 2 في البي ال سي. اوكي mismatch for master and slave please place input again single write d2 12000 معلش 12802 في هنا 4 نسيناها. تمام كده احنا ضفنا الريجسترز اللي هنكتب فيها، هنحط الفانكشن بتاعت المود باس كوميونيكيشن، ننزل هنا هنلاقي في كوميونيكيشن ام باس اللي هي مود باس. اوكي البورت بتاعنا 2، ال starting address R 0 R 100 تقريبا R 100، وال WR اللي هي أي حاجة مثلا 1000. نتأكد من ال starting address لما نيجي نفتح المود باس تيبل اللي احنا عملناه ونفتح السيرب اللي هي R 100، يبقى هو فعلا R 100. اوكي تمام كده احنا حطينا الفانكشن، هنحط الماركر بتاعنا اللي هو بيدي بلصات جزء من الثانية عشان يعمل تريجر للفانكشن دي اللي هو الام 1925. اوكي بعد كده هنعمل status page new page هنسميه اي حاجة مش مشكلة yes، هنكتب فيها الدي زيرو والدي اتنين، الدي زيرو دي اللي هنكتب فيها امر الكوماند، وعشان نكتب امر الكوماند هنيجي نبص للمانيوال تاني هنلاقي عندي جدول، الجدول ده بيقول لي لو عايز تدي الستارت لازم تحط في اول 3 بت في الدي زيرو ديت وحايد، عايز تخليها فورورد البت الرابعه بزيرو، تخلي جاج يبقى البت الخامسه بواحد، عايز تخليها في الجاج ريفرس بواحد، لازم اللي بعدها دي تكون معموله عشان تشغل الانفرتر يكون الانيبل اكسلريشن ديسلريشن بواحد، الهوست كمبيوتر كنترول وورد 1 انيبل لازم تكون بواحد، المين ريفرنس انيبل لازم تكون بواحد لو انت عايز تتحكم في السرعه عن طريق الدي 2 زي ما احنا عملنا هنا. فعشان نكتب ندي امر التشغيل وفي نفس الوقت نتحكم في السرعه لازم نكون